السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درسنا النهاردة بعنوان صناع بلادي. سنتعلم أهمية الصناعة والأفعال ومهارات الصانع والصناعات في مصر. اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية وهي اللام التي تكتب ولا تنطق، واللام القمرية هي اللام التي تكتب وتنطق. تعرفنا سويا على اللام الشمسية واللام القمرية. ذهب أمير في زيارة إلى عمه في مدينة المحلة الكبرى، وفي الصباح ذهب مع عمه إلى المصنع. شاهد أمير العمال يذهبون إلى المصنع مبكرين، وبعد قليل كان كل عامل أمام آلته. بدأ الجميع يعملون بنشاط وإتقان. رأى أمير السيارات تأتي بالقطن، ثم يأخذه العمال إلى الآلات فتحوله إلى خيوط، وهناك عمال على آلات تحول الخيوط إلى أقمشة، وعمال يصبغون الأقمشة بالألوان المختلفة. الكل يعمل في تعاون وحب وإخلاص، وفي نهاية اليوم تخرج السيارات بالأقمشة إلى الأسواق. قال أمير: حقا إن صناع مصر ماهرون. معاني المفردات: يصبغون معناها يلونون، ماهرون أي مجدون، والمفرد ماهر. الفعل الماضي والمضارع: الفعل الماضي وهو الفعل الذي حدث وانتهى، أما الفعل المضارع وهو الفعل الذي يحدث ولم ينتهي. مثال على الفعل الماضي: أي كتب الدرس. هذا يدل على الفعل الماضي. أما الفعل المضارع: الولد يكتب الدرس، يكتب الدرس، وهذا الفعل يدل على الفعل الذي يحدث ولم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.